انفينكس اعلنت وطرحت موبايل جديد في بعض الاسواق العالميه من سلسله النوت ضمن الفئه السعريه المتوسطه، وهو الانفينكس نوت 40 برو بلس 5G، موبايل بمواصفات جيده هنعرفها ان شاء الله من خلال الفيديو، وكمان هنعرف اذا كان الموبايل يستحق الشراء ولا لا. بس الاول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد في عالم الموبايلات. اتكلمت في فيديو قبل كده عن الإنفينكس نوت 40 برو 5G، لو حابين تاخدوا فكرة اللينك في خانة الوصف. المهم هبدأ معاكم أولا بالمواصفات العادية للموبايل والبداية مع التصميم. الموبايل يا أصدقائي مصنوع من البلاستيك بالنسبة للظهر والإطار الجانبي، وفي نسخة مصنوعة من الجلد مع إطار من البلاستيك، والواجهة طبعا مصنوعة من الإزاز. الموبايل مقاوم للماء والغبار بشهادة IP53، وأبعاد الموبايل الطول 164.3 ملي والعرض 74.5 ملي، أما سمك الموبايل 8.1 ملي والوزن 190 جرام بالنسبة للنسخة المصنوعة من البلاستيك، اما النسخه اللي مصنوعه من الجلد بوزن 196 جرام. طبعا الموبايل بيدعم شريحتين اتصال 4G و5G، شبكات الاتصال قويه تم تحسينها بشكل كبير، والانترنت سريع سواء كنت بتستخدم الموبايل داتا او واي فاي، والبلوتوث كمان سريع. والموبايل بيدعم بصمه الاصبع مدمجه في الشاشه اسفل الشاشه، وبيدعم بصمه الوجه او خاصيه التعرف على الوجه، وكمان الموبايل بيدعم خاصيه NFC للدفع الالكتروني الذكي او نقل الملفات عن قرب، وبيدعم خاصيه AutoG لنقل الملفات عن طريق فلاشه خارجيه من خلال منفذ الشحن. ومن اهم مميزاته بيدعم سماعات السيريو JBL عشان تجربه الصوت تكون قويه ونقيه، وبيدعم راديو FM. والموبايل كمان بيدعم محرر الصور والفيديو للمستندات، تقدر تعدل على الصور والفيديوهات من خلال معرض الصور وتشغيل الصوت والفيديو باكتر من صيغه. اما نظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهه XOS 14، احدث واجهه من انفينكس. اما الوان الموبايل الاخضر والاسود زي ما هو واضح قدام حضراتكم. دي المواصفات العادية اللي موجودة في الانفينكس نوت 40 برو بلس 5G. نيجي بقى للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بتقرر يا صديقي العزيز هتشتري الموبايل، والبداية مع البطارية واللي بتكون قوية بسعة 5000 ملي امبير وشاحن سريع بقوة 100 واط، هيشحن 50% في 12 دقيقة بس، منفذ الشحن تايب سي، والموبايل بيدعم الشحن العكسي والشحن اللاسلكي بقوة 20 واط. الشحن اللاسلكي موجود في العلبة. البطارية قوية وحدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات، سواء كنت بتلعب على الموبايل او بتستخدمه في الانترنت او مشاهدة الفيديوهات او في اي استخدام انت عايزه، وهيساعد في اداء البطارية الكويس انها تدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات. دقة تصنيع المعالج الموفرة للطاقة 6 نانومتر، كل ما المعالج دقة تصنيعه قلت كل ما كان موفر في الطاقة بشكل كبير. نيجي بقى لمساحة تخزين الانفينكس نوت 40 برو بلس 5G. الموبايل بنسخة وحيدة رام 12 جيجا مع ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت، والرامات بتزيد تلقائيا من خلال السوفت وير. هتاخد 12 رام من خلال الهارد وير و12 رام من خلال السوفت وير، يعني بالمجموع 24 جيجا رام. تعالوا بقى مع بعض نعرف نوع الشاشة اللي موجودة في الانفينكس نوت 40 برو بلس 5G. شاشة الموبايل بتكون قوية من نوع الاموليد بحجم 6.7 بوصة بجودة الفول اتش دي بلس بدقة 1080 بكسل في 2436 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز، هيفرق في سرعة الاستجابة للشاشة خاصة في الالعاب التقيلة، وكثافة بكسلات 393 بكسل لكل بوصة، ومعدل سطوع 1300 شمعة، وعليها طبقة حماية من نوع كورونينج جوريلا جلاس. وطبعا الشاشة بتدعم الوضع الليلي واضح حماية العين. الشاشة بالأرقام وعمليا هتقدم أداء رائع في كل الاستخدامات، سواء في الألعاب الخفيفة أو حتى في الألعاب التقيلة زي بابجا وكول أوف ديوتي أو ألعاب الرسومات العالية بشكل عام. وكمان الشاشة في الاستخدامات العادية زي الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو الصور أو في أي استخدام أنت عايزه بتقدم أداء رائع وسريع، لأنها من نوع الأموليد بجودة عالية مع معدل تحديث 120 هرتز، فكل ده بيفرق سرعة الشاشة بشكل كبير. وكمان ألوانها متناسقة جدا وبتكون واضحة في ضوء النهار وتحت أشعة الشمس، لأن معدل السطوع 1300 شمعة. أما عن أداء الموبايل، المعالج ظروفه قوي ولا ضعيف؟ خلينا كده نشوف. المعالج يا أصدقائي بيجي من شركة ميديا تيك ديمنسي 7020 5G، ثماني النواة بدقة تصنيع 6 نانومتر، المعالج هيكون موفر في الطاقة. أما المعالج الرسومي IMG BXM8256. المعالج بيقدم أداء رائع وسريع في كل الاستخدامات، سواء كنت بتستخدم الموبايل في التصفحات في الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو في أي استخدام عادي. أما في الألعاب الخفيفة والألعاب التقيلة بالتحديد اللي الرسومات بتاعتها بتكون عالية زي لعبة بابجا وكول أوف ديوتي أو فري فاير، المعالج بيقدم أداء سريع وقوي. وكمان المعالج بيدعم خاصية بتعمل تبريد للمعالج علشان لما تستخدم الموبايل في الألعاب التقيلة تحصل عملية التبريد والموبايل ما يهنكش معاك.
نيجي بقى لكاميرات الانفينكس نوت 40 برو 5G. واولا الكاميرا الاماميه واللي بتكون بدقه 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2 وبتدعم ال HDR والبانوراما، تصوير الفيديوهات بجوده الفول HD بدقه 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 اطار في الثانيه، وبيكون موجود فلاش ليد مزدوج. الكاميرا الأمامية بتقدم أداء رائع من حيث الجودة والألوان، هتاخد صورة سيلفي رايقة وواضحة ما فيهاش أي مشاكل. أما الكاميرات الخلفية في الموبايل بتكون ثلاثية مع فلاش ليد رباعي، الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8 وبتدعم المثبت البصر الإلكتروني علشان الصورة ما تكونش مهزوزة أثناء التصوير خاصة في الفيديوهات. أما الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4 للعزل والبروتري، والكاميرا الثالثة والأخيرة بدقة 2 ميجا بكسل للتصوير الماكرو بتقرب الأشياء الصغيرة بفتحة عدسة 2.4. طبعا الكاميرات الخلفية بتدعم أوضاع الـ HDR والبانوراما والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والتركيز التلقائي والتصوير الليلي والتصوير البطيء، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 2K بدقة 1440 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية. الكاميرات الخلفية بتقدم أداء رائع جدا من حيث الجودة والألوان، ومن أهم مميزات الكاميرات الخلفية بتدعم المثبت البصر الإلكتروني علشان الصورة ما تكونش مهزوزة أثناء التصوير خاصة بالفيديوهات، بالإضافة إنها بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 2K علشان تاخد تصوير رايق وواضح ما فيهوش أي مشاكل. نيجي بقى للخلاصة واللي من خلالها هتعرف إذا كان الموبايل يستحق الشراء ولا لأ، هيقدم قيمة مقابل سعر ولا لأ. من الآخر كده يا صديقي العزيز، الإنفينكس نوت 40 برو بلس 5G بيقدم أداء رائع في كل الاستخدامات، يعني لو أنت عايز الموبايل في الألعاب المعالج والشاشة بيقدموا أداء رائع، معالج قوي وشاشة قوية من نوع الأموليد بجودة عالية مع معدل تحديث 120 هرتز، فبالتالي هتاخد أداء سريع وسلس في كل الاستخدامات خاصة في الألعاب التقيلة. أما لو أنت عايز الموبايل في التصوير بيقدم صورة رائعة من حيث الجودة والألوان، ولو أنت عايز الموبايل في أي استخدام عادي وبيقدم أداء رائع. ما تقلقش لو انت اشتريت الموبايل ومش هتندم، ده لو انت بتحب تشيل موبايلات انفينكس بشكل عام، ده الموضوع بمنتهى البساطة وبكل سهولة يا صديقي العزيز. تعالوا بقى نعرف محتويات علبة الانفينكس نوت 40 برو بلس 5G. يكون موجود في العلبة الموبايل وعلى سكرينة من الشركة، موجود راس الشاحن وكابل USB تايب سي وجراب لحماية الموبايل ودبوس معدني لاستخراج شريحة الاتصال، وبيكون موجود في العلبة شاحن لاسلكي ودليل البدء السريع وشهادة الضمان. نيجي بقى لاخر حاجة ودي اللي هنهي بيها الفيديو، وهي سعر الانفينكس نوت 40 برو بلس 5G. هعرض لكم السعر بالدولار، السعر العالمي للموبايل وفي بعض البلدان العربية. هسيبكم مع السعر ونرجع نكمل. ده سعر الموبايل بالدولار وفي بعض البلدان العربية، وحاجة مهمة جدا لازم تعرفوها، السعر قد يختلف بالزيادة أو النقصان على حسب الدولة أو على حسب الأسواق، كل سوق أو كل دولة وليها ظروفها الاقتصادية. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت أفيدكم بشكل كبير. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش على أخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. أما لو بتشوفوا الفيديو من على فيسبوك، لايك للفيديو ومتابعة للصفحة. في النهاية ما تنسوش تصلوا على النبي. أشوفكم على خير في فيديوهات جديدة إن شاء الله. سلام.